اهو. ليه؟ ما هم تلات دسات يا حاج. الله، شفتي الطرحة حلوة عليكي ازاي؟ مفيش مقاسها يا اخويا. من عينيا الاتنين يا ست الكل. ثانية واحدة بعد اذنك يا حاج. اخيرا ظهرت يا استاذ علي. تحت امرك يا حاج. تعال يا علي، تعال عشان عاوزك. تعال. الامر لله يا مصطفى. انا ولا بامر ولا بني، انا بس بقول رايي. يعني انت رايك ان اللي عمله ده هو الصح؟ انا رايي انك كبرت الموضوع اكتر من اللازم. الموضوع كبير فعلا يا حاج. استغفر الله العظيم يا رب. هي الستره وحشه يا صفوان. الراجل غرض ان البنات تبقى حشمه ومتصانه، والمثل بيقول من شب على شيء شاب عليه. ظاهر ان مفيش فايده. زي ما قلت لك قبل كده، مدرسه مدرستك وانت حر فيها. انا كل اللي اقدر اعمله ان انسحب من المكان اللي انا مش مقتنع اصلا بسياسته. لا اله الا الله. اقعد يا صفوت، اقعد يا صفوت، خلينا نعرف نتكلم. اقعد يا صفوت، ما تبقاش حنبلي يا صفوت كده. حاضر يا سيدي اهو. استغفر الله العظيم يا رب. انا دماغي مش رايقه الكلام ده خالص. سيبك بقى من الحوار ده وركز في اللي انا عايزك فيه. بص يا فواز، عايزني كصاحب انا تحت امرك من عناية الاثنين، انما حكايه المدرسه دي خليني انا بعيد عنها احسن. بص يا صفوت، انا ما عنديش مشكله انك تعاقبه على حكايه الضرب، انما موضوع الطرحه والبنطلون والجو ده انسى الحوار ده خالص. يعني ايه بقى يا حاج؟ يعني انا كده عداني العيب، ما صغرتكش قصاده واديك هتنفذ عقوبتك ليه. كبرني انا بقى، ما تبوظش السياسه اللي انا فاتح المدرسه عشانها. ايوه حاج، بس انت بالشكل ده بالشكل ده انا حليت الموضوع بما يرضي الله. ما تبقاش غتت بقى. خليني اقول لك اللي انا عايز اقوله. انا في حاجات عايز احكيها لك. افرد وشك. لا اله الا الله. والله بقالي كام يوم ما عارف انام، ودماغي ورمت من كتر التفكير. قلت احكي لك، انت اللي هتسمعني. افرد بقى وشك بقى، صفوت بقى. ماشي يا حاج، امري لله. اتكلم، انا سامعك. انت مش سامعني ولا معايا من اساسه. ليه بتقول كده يا حاج؟ هو عشان انا ساكت ما بتكلمش يعني ابقى مش سامعك؟ بالعكس، انا ساكت عشان اسمعك. لو كنت سامعني حقيقي ما كنتش هتسكت، كنت هتتكلم وترد عليا وتقول كل اللي جواك. انما انت شاغل بالك بحاجه واحده بس من ساعه ما جينا، وهي انا ليه صممت اننا نيجي هنا. هقول لك ليه. انا يا ابني جبتك هنا عشان الكلام اللي زي ده ما ينفعش يتقال الا ما بين اربع حيطان وورا باب مقفول، بعيد عن عيون الناس وعن لسانهم اللي ما بيرحمش. ساعتها بقى كل واحد فينا هيقول اللي جوه قلبه، هيقول اللي مخبيه جواه من غير كسوف ولا قلق. شوف حاجة، أنا عاوز أقول لك حاجة. أنا بصراحة مش جاي عشان أتحاسب، أنا جاي عشان أشوف فوزي. وانا تحت امرك في اي حاجه. وبعدين انا ما غلطتش، وبعدين ما عملتش حاجه كمان غريبه عليكوا. يعني اذا كان وادي علي، وادي علي، اوعى تفتكر يا ابني ان حد هيلومك على الجواز. لا 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 لا، ابدا ابدا. اقول لك، انا هقولها لك قبل انت ما تقولها لي. انت يا ابني عملت شرع الله، عملت شرع ربنا، وهتقول لي ابنك عملها قبلي اكتر من مره. انا هقول لك عندك حق، المفروض بقى اني ما افتحش بوقي معاك ولا ارفع عيني فيك، لان اللي بيته الازاز ما يحببش الناس بالطوب زي ما بيقولوا. لا يا علي يا ابني، انا مش جايبك هنا عشان اي حاجه من دي. ما جايبني ليه يا حاج؟ جايبني عشان تفكرني بالشقة اللي انتوا كنتوا جايبينها لبنتكم، ولا بالفلوس اللي كان بيديها لها فواز كل شهر من ورايا؟
ولا يمكن عشان تقتتوني عشان اتجوزت خدامة مش من مقام بنتكم؟ لا يا علي، ولا عشان كده كمان. أنا يا ابني جايبك هنا عشان أسألك سؤال واحد بس. علي، راح فين الحب اللي بينكم علي؟ قولي راح فين؟ أنت يا ابني لما جيت عشان تتجوز حياة بنتي أنا وافقت عليك قبل ما أسألها، عارف ليه؟ عشان شفت في عينيك وحسيت من صوتك قد إيه أنت بتحبها. ساعتها أنا صليت ركعتين شكر لله، لأن طول عمري بدعي ربنا إن يرزق بنتي بواحد يكون بيحبها. مش مهم يكون عنده إيه، ما عندوش إيه، لا 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 خالص. قول لي يا أمي، راح فين الحب ده كله وانت بتتجوز عليها يا علي؟ مش عارف، والله مش عارف. انا نفسي بقيت محتار في نفسي، بعمل حاجات عمري ما اتصورت اني اعملها ولا خطرت على بالي اني اعملها، ولا نفسي مبسوط ولا بعرف. حبيت الكتب، بقيت اشتري كتب واقرا كتب. حبيت الورد، حبيت وانا بقدم الورد تعمل حالة كده. حبيت المفاجآت وبقيت بعملها. والأغرب من كل ده إني بقيتش عارف أتعامل في البيت. مع إن الإجابة واضحة أوي يا أخي، والحكاية مش محتاجة كل الحيرة اللي أنت فيها دي. أنت بمنتهى البساطة بتحب يا فواز. بحب، طول عمري بحبها، وكل واحدة اتجوزتها حبتها. اشمعنى دي يعني؟ طب انا عايز اسألك سؤال بس ترد عليا بصراحة. اسأل. انت عمرك حسيت انك ظلمت واحدة فيهم؟ انت ليه بتتعامل معايا ان انا بعمل حاجة غلط؟ انا ما بحسبهاش كده، ولا واحدة من اللي اتجوزتهم حسبوها كده. عارف ليه؟ لأن كل واحدة فيهم عارفة من جواها إني بعمل كل اللي أقدر عليه عشان أساعدها. وعلى فكرة بقى، أنت لو سألت أي واحدة، أي واحدة، تقول لها تحب تكوني الزوجة الوحيدة في حياة راجل ما بيساعدكيش، ولا بيسعى ويعمل مجهود إنه يساعدك، ولا تبقي الزوجة التانية أو التالتة أو الرابعة مع راجل، راجل بيعمل كل المجهود وكل اللي يقدر عليه عشان يساعدك ويحسسك بالنصر. انا متاكد ان هي تختار السعاده. ويا ترى اللي انت بتحكي عنها كل ده وحاسس ناحيتها بكل الاحاسيس دي، تعرف بقى انها هتبقى الزوجه الرابعه؟ اكيد هتعرف. ماما وحشتني قوي يا ماما انهار. معلش يا حبيبتي، بكره هتيجي وتقعد معاكي وتطمن عليك. هي راحت فين وسابتني لوحدي كده؟ ايه سابتني لوحدي دي؟ ما احنا كلنا اهو مع بعض. وبعدين خليني بقى اعرف اصرح لك شعرك الحلو ده. انهار، انت شايله مني في حاجه يا انهار؟ انا لا شايله منك ولا من غيرك. امال ليه بتعامليني وحش كده ومش طايقه لي كلمه؟ ما البيت كله مش طايق بعضه. جت عليا انا؟ انهار على فكره انت اكتر واحده عارفه ان انا ماليش اي ذنب في اللي الحاج عمله مع هدى. لو سمحتي انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده بالذات قدام البنت، هي مش ناقصه. ولا انا ناقصه، ولا بقيت قادره استحمل اصلا العيشه في البيت ده. العيشه دي انت اللي اخترتيها، وانت عارفه ان فيها غيرك. وادينا اهو بنتسرسب واحده ورا التانيه، والله اعلم مين عليه الدور. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اسم الله عليكم يا اختي، منك ليها. قاعدين تتسعروا وتتسامروا زي ما يكون حبايب، ما بطلوا كذب بقى وتفوقوا نفسكم. يا بنتي هبل مالك داخله علينا بزعبيبك كده؟ انا بقول لك يا استا انهار، كان عندي يا اختي سؤال كده محشور جوه هنا في معاميقي. انت يا اختي واخده لي البنت في حضنك كده وعامله لي الحنينه، هو انت هتفوقي من الدور ده امتى؟ ها روحي يا حبيبتي اطلعي فوق نامي مع اخواتك. حاضر. روحي يا حبيبتي، روحي يا حبيبتي، اسمعي كلام مامتك انهار يا حبيبتي.
سميحة مش فايقالك ولا رايقالك. ولا انا طايقاكي ولا طايقه العيشه باللي عايشينها ولا طايقه المزغوده دي اللي دخلتها علينا دخلت الشوم والندامه. يا اختي يا اختي يا رب ارحمنا يا رب. عمالين نهنن وندادي وفي الاخر ايه؟ حنن هنترمي في الشارع كلنا رميه الكلابه والهرب هي اللي هتربي لنا عيالنا ام قلب كبير. انت يا بنتي يا هبله شرب حاجه؟ اه شربة يا اختي. لا انا ما قلتلكيش شربة يا اختي المر من كعاني او النعمة الشايفة شربة المر من كعاني مع راجل عينه زايغة ونسوان هفق راضية بالمنطشة وقلة القيمة. ما احنا لو نسوان صح يعني ما كناش قبلنا نعيش مع راجل كل شوية عمال يلطش فينا. احنا لو نسوان بجد كنا وقفنا له وقفة واحدة خليه يتكتم بقى. وانت عايزانا يعني نعمل ايه يعني يا سميح؟ وانت يا اختي مش كنتي صاحبة الشورى السوداء اللي احنا فيها دلوقتي؟ عندك حق ونبي يا انهار. وبعدين يا اختي مالك كده؟ ما انت رضيتي بنفس الوضع اللي انا رضيت بيه وقبل انا كمان ما ادخل العيله دي وانت قابله على نفسك الوضع ده. جايه دلوقتي تبكتيني ليه يا اختي وعايزه تشيليني الجمل بمحمل؟ يا اختي نقول طور يقول احلبوه. بقول لك الذنب هيبقى فرقه بيتنا كلنا لو سكتنا له. بقول لك ايه؟ هو مش واقف لاخته؟ نوقف له كلنا. نوقف له يعني نعمل له يعني يا ميحه؟ نوقف له يا اختي ونعلق له المشنقه احنا كلنا ولا نقف نعمل ايه؟ يا اختي هو نعمل اي حاجه؟ اي حاجه بدل ما يجيب لنا واحده تطب على قلبنا وتسكتنا. بقول لك يا بنتي يا سميحه اعمليها واحنا معاكي. بصراحه بقى انا مش مرتاحه للراجل ده. مش عارفه انا بقول لك احساسي وخلاص. احساسك ده لازم يتبني على معلومه. من غير معلومات الراجل ده شكله مريب وغريب وانا اول مره اشوفك بالضعف ده قصاد حد. ضعف؟ ضعف ايه؟ انا من حق افكر. ومديكي فرصه تفكري. ده محوطك في كل مكان وشغلك طول الوقت. ولا انت فاكره بقى اني مش حاسه بيكي ولا ما بشوفكيش بالليل وانت في اوضتك محتاره وسرحانه كده؟ مش يمكن لقيت معاه الحاجه اللي كنت بدور عليها؟ اعترفي بقى انك حبيتيه. حبيته؟ ايوه ما تحاوليش تخبي دي حاجه باينه في كل تصرفاتك يا كمال. ونفرض يعني هي دي حاجه وحشه؟ الاهم من الحب الراحه. انتي حاسه ان انا مش هلاقي راحتي معاه؟ انا خايفه عليكي عشان اول مره اشوفك مخطوفه كده. انا عارف طبعا كان المفروض انتظر تليفون حضرتك او يعني على الاقل اخد ميعاد قبل ما اجي ولو جيت ما يبقاش بدري قوي كده. انما انا يعني كل اللي عملته غلط. انما انا لقيت نفسي مش قادر الحقيقه وقلت في بالي الله ما خير البر عاجله وطالما احنا نيتنا خير والقلب هنا نضيف ومسلمينها لله يبقى ليه نستنى وليه نأخر اي حاجه؟ واكيد حضرتك هتعذرني يعني على اي لخبطه لما تراعي حالتي ولا ايه؟ ها؟ عشان كده انا ما رضيتش ان احنا نقعد في الصالون. انا قلت اخليك تشاركني ساعه الصبحيه هنا عشان تتكلم براحتك بدون رسميات ولا مقدمات. انا عايز اتجوز كمالي. صباح الخير. يا صباح الورد. اعتقد انك سمعتي طلب الاستاذ فواز. يا ترى عندك رد عليه ولا عايزه وقت تفكري؟ وقت ده ايه؟ ما بقالها شهر بتفكر. يا ابني الحاجات دي ما بتتاخدش كده. والكلام ده ما يتقالش على الصبح كده. انا لا ليا في كده ولا في كده. انا راجل دغري واللي في قلبي ما يخبيهوش لساني طالما ماشي بما يرضي الله. وانا جاي طالب حلال ربنا. مش مهم بقى امتى وفين والحاجات دي. نسمي ونقول بسم الله ونقرا الفاتحه. يا فواز مفيش حاجه اسمها كده. لو انا غلطان سياده المستشار يغلطني. لا انت مش غلطان، انت مستعجل. سبحان الله ولا اله الا الله. واستنى ليه؟ استنى ليه؟ انا راجل طالب الحلال وماشي دغري، استنى ليه؟ انا بقالي كام يوم بصلي استخاره وبدعي قبل ما انام. صحيت النهارده لقيت نفسي جاي على هنا. من غير حواجز ومن غير كلاكيع ولا عقد، قلت خلاص نرجع بقى لاصلنا ونخلي البساط احمدي ونفك نطلع اللي جوانا من غير ترتيب ولا زواق. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيولف القلوب على بعضها وبيرمي فيها كده المحبه من غير حساب. ودي نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى. وانا عمري ما اتبطرت على نعمه من نعم ربنا. وبعدين انا راجل جاي مدد ايدي بالخير وبتمنى الرضا. بتمنى الرضا. نقول بسم الله ونقرا الفاتحه
لو كنت مش حافظاها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. في هذا النص القرآني العظيم يبين المولى تبارك وتعالى عمق العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، حيث قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واللباس هو ما يستر بداخله، فإذا كان حال اللباس أنه يستر ما بداخله، فكذلك جعل الله تعالى المرأة ستراً لزوجها، وجعل الرجل ستراً لزوجته، وجعل كل منهما يعصم الآخر من الوقوع في الرذيلة. ابويا فين؟ لسه ما رجعش. ما انت عارفه ما بيرجعش دلوقتي. خشي خشي. الحمد لله. وبرضه الاحتياط واجب. مالك كده داخله متسحبه وعماله توشوشيني؟ في ايه؟ هطق الجنابي، خلاص زهقت. ليه تاني؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه، وهي دي المصيبه. هو لسه برضه واخد جنب ولا ايه؟ كانت خلاص رجله قربت تيجي في الخيه. بس تمين حال الله الحربايه انهار، هي والحربايه الصغيره التانيه دي نبروا في الليله بوظوهالي. طب مش هتقولي لي بقى يا سميحه انت جايه كده ومخبيه ايه في الشنطه دي؟ هقول لك، بس حسك عينك حد يشم خبر. ها عيب عليكي، ده انا نعمه حبيبتك برضه. ايه بقى اللي في الشنطه؟ ازازه من اللي بتلطش مع سجارتين حلوين من بتوعك وشويه مزيكا، ونقوم ننفض العمل اللي على جسمنا. يا خبر اسود يا سميحه، خمره؟ يخرب بيتك هتفضحيني، انا بقول لك حد شرفك ما تروحي تقولي الجيران. ده واين واين نبيل ده، عارفه ايه؟ فاتح شهيه كده. قومي يا بنت قومي، هاتي كوبايتين يلا قومي، وتعبسي الباب كويس، واوعي تفتحي بقك وانا هظبطك، هتبقى ليله عسل. هدى انهار، وانا يا اختي عماله اشبه واقول هتشاور ولا تسلم. انت ايه اللي جابك هنا؟ مش عارفه. وحشتيني يا انهار، طمنيني بناتي عاملين ايه؟ كويسين يا اختي، مش ناقصهم اي حاجه غير انهم يشوفوكي. حكم القوي بقى، الحاجه فواز عمره ما منعك تيجي تشوفي بناتك. انا كل يا اختي ما اروح اشوفهم يسالوني ابقى مش عارفه اقول لهم ايه. النصيب يا هدى. المهم قولي لي، انت عامله ايه في دنيتك؟ بحضر دروس وبدي دروس وعايشه مع امي، يعني حامل. بس انتي غريبة، حضرتي النهاردة الدرس وانا كنت ياما بتحايل عليكي تحضري معايا. مش عارفة، حسيت كده يا اختي زي ما كنت بعدت عن ربنا شوية، قلت اقرب اسمع حاجة يمكن تنفعني. مالك يا انهار؟ في حاجة مزعلاكي؟ تعرفي كل ما بسمع صوت آية ولا صوت القرآن في التلفزيون ولا حتى صوت الأذان، بحس قد ايه ربنا حنين علينا. بحس يا اختي زي ما كنا بغسل روحي، بغسل نفسي من جوه من كل اللي بنشوفه في دنيتنا دي. لا 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 لا، مالك يا نهار؟ انت فيكي حاجه غريبه النهارده، فيكي ايه يا اختي؟ احكي لي. انت عارفه ان انا كنت عارفه معنى الكوابيس اللي كانت بتجيلك، بس كنت بخاف اقول لك، كنت بخاف.
اتفسرت يا اختي واللي حصل حصل وترميت في الشارع. يمكن ما كنتش خايفه عليكي قد ما كنت خايفه على نفسي، وكل ما باجي اقول لك بخاف يا اختي حاسه زي ما يكون كاس وداير علينا كلنا. لا يا انهار، انت غيرنا خالص، انت عنده حاجه تانيه. لا، اللي بترخص روحها ما بيبقاش ليها تمن عند حد صدقني. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو في إيه يا ابني؟ في إيه حاجة؟ إيه أنت في إيه؟ في إيه؟ جاك قوت، هو أنت قطر ما بيقبضش إيدك؟ ما تكمل الجملة دي، هي الجملة دي اللي بتبوظ لي كل جوازة، والجوازة دي عشان خاطر أنا مش عايزها تبوظ. يا سلام، أنا برضو اللي ببوظ الجوازة واللي قلت المسافرين إن أنت عاوزها دايما لوقت اللزوم. أدام في الحلال يبقى خير. وبعدين ما أنت هارش من بدري وعمال تلاغيني وتلقح في كلام، هو في حد حافظني زيك أنت؟ آه يا أبو فواز، آه. صدق وتؤمن بالله، قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أنا لما شفتك اليومين اللي فاتوا دول متغير ومش زي عوايدك، قلت سبحان الله الواد ده اكيد عقل وبطل نسوان ويمكن يشتغل في السياسه ويرشح نفسه للانتخابات كمان. سياسه؟ سياسه ايه يا حاج؟ الكلام ده في المسلسلات والافلام، هنا الوضع مختلف. احنا ملناش في الحرام. مين قال لك ان السياسه حرام؟ سياسه ايه؟ انا بتكلم على الجوازه. الجوازه يا حاج، الجوازه الرابعه ان شاء الله. احنا بما يرضي الله. انا شاربه سجارة بني حاسه ان دماغي بتاكلني، قاعده بسقط في الحاره والغسيل عمال بينقط، والشارع اللي ورايا قدامي انا شاربه سجارة بني حاسه ان دماغي بتاكلني والغسيل عمال بينقط، حاسه ان دماغي بتاكلني والغسيل ستي بينقط. ستي يا لهوي فيك والله الشر. عايزة أقولك على حاجة يا ولية، شربة سجارة بني حاسة بدماغي بتاكلني. شربة سجارة بني. إيه يا سميحة؟ مالك يا ميحة؟ مالي يا أختي، مالي؟ مالي يا أختي يا حلوة يا مأنهار دانتي؟ أنا كويسة أهو، عاملة زي السكينة في الحلاوة، سايبة سايبة يا أختي سايبة. اعمل لك سندوتش حلاوه بالقشطه عالجبنه على سجارة بني حاسه ان دماغي بتاكلني. انا شارب سجارة بني حاسه ان دماغي بتاكلني. ايه الهبل اللي انت فيه ده يا بنتي يا سميح؟ خربت مخك، البنت شاربه ايه؟ مش عارفه. سجارة بني حاسه ان دماغي بتاكلني. انا شارب سجارة بني. بنت يخرب بيتك يا بنت فوقي. أحبوش يا حاجة، أحبوش أحبوش. تتشلي يا حزني. إيه الحاجة دي يا ستي؟ يخرب بيتك فوقي، ده لو شافك كده هيذبحك. يا نهار أسود، البنت هتطلع لازم نتصرف. فكري في حالك. أنا مش عارف، مش عارف. ايه بتدور على ايه؟ مش عارف بتاعك التاني، مش عارف راحت فين. بتاعت ايه؟ يا ابني ما تخلص بقى، انت مش جايبني على مدى وشي وقلت لي اننا متاخرين، كان لازمتها ايه الهواجه دي طيب؟ انا اكتر حاجه بتنرفزني لما اكون شايل حاجه بايدي وما لهاش، هتجنن. طب يا ابني بس ريحني وقول لي بتدور على ايه؟ اهي لقيتها. بتاعت مين دي؟ بطاقة أنا يا حاج. طب وليه مخبيها هنا مش شايلها معاك؟ يا حاج دي بطاقة الظروف واللزوم. يعني إيه بطاقة الظروف واللزوم؟ يعني دي يا حاج اللي مكتوب في الحالة الاجتماعية أعزب.
لسه شايلها معاك يا ابني؟ مش بقول لك بتنفع يا حاج، مهمة جدا. والله انا خايف عليك من اخرة ده كله يا فواز. اخرته فل ان شاء الله. المهم احنا نروح نجهز كده ونستعد للانطلاق يا حاج. يلا. رفاوة بني تعمليه في نفسك ده عمره ما هيحل المشكلة، ده هيعقدها أكتر. العقدة بقت بشنيطة يا خالتي وملهاش فك، وهو اللي لف الحبل حوالين رقبته لما بعني، وأنا بقى اللي يجي على كرامتي ما يلزمنيش. وهو يعني مروحك الشغل هو اللي هيردلك كرامتك؟ أقل مفيش غل ألاقي حاجة أعملها يا بنتي.
العند اخرته ندم والم عمرك ما هتقدري تستحمليهم. فكري كويس يا حياه، فكري ان مروحك الشغل وبعدك عن جوزك هما اللي خلاها يعمل فيكي العمله السودا دي. ما تضحكيش عليا ولا على نفسك يا خالتي، اللي عاوز يعمل حاجه ما بيستناش حجه، وده بقى بعملته السودا بان على حقيقته، كشف اصله الواطي اللي خلاه يرفس النعمه برجليه، واللي زي ده بقى ما يدخلش ذمتي بنكله، واقل حق ليا ان انا اتطلق منه. اه ياني، اه يا نافوخ يا اللي هطرش ياني، اه يا صغيره على الوجع يا سميحه ياني، يا حلوه وخساره في الوجع يا سميحه ياني. يا سميحه كفايه يا سميحه، صدعت مالك يا سميحه، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بشعر يا اختي، بحاول اسجع بجوز، يمكن دماغي اللي مش علينا نار تهدى شويه. اه ياني جربك، انت بتضحكي عليا دلوقتي. بس بصراحه شكلك يضحك. ماله شكلي يا ننوسه عين امك؟ ايوه يضحك، وبعدين انا هنبح ولا ايه مالك؟ لا يا حبيبتي، اذا كنت عايزه تشوفي القباحه هوريك انا بقى قباحه سميحه اللي على اصولها. يا ستي ومش عايزه اشوفها يا ستي، انت بتزقي ليه دلوقتي مالك يا سميح؟ جربت اسكيوز مي، يعني انت جايه تقعدي معايا ليه؟ جايه تعصبيه وخلاص؟ لا اكسكوز انت بقى، انا جاي اقعد معاكي يا اختي عشان اسليكي واروقك كده ونروق دماغ بعضينا احنا الاثنين. وبعدين انا كنت عايزه اسالك على حاجه كده، يعني انا كان نفسي اعرف انت كنت ضاربه ايه ليلتها؟ اصل كبت دمك كان زي العسل، وايه كنت عاليه 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 عاليه. تعالى اقول لك، انت شكلك بنت لذيذه كده وهتيجي معايا. انا كنت ضاربه ازازه كده يا بنت جديده من نوعها، على راي الواد الممثل التعم ده اللي ما عندوش شعر ساعات وعنده شعر ساعات، احمد مكي ده، زجاجه من الجعه. الجعه دي بقى بتسلطنك، بتخليكي تحسي كده ان انت تحسي. اه ايه بقى؟ ايه انت ايه اللي مقعدك هنا؟ انت مالك؟ انت شاربه قهوه ولا مش شاربه؟ انت هتاخدي وتدي معايا وتصاحبيني؟ قومي يا بت، قومي من هنا، انت عايزاني اخر لك ولا ايه؟ يلا هنقل ادبنا تاني، صدق انا غلطانه، ده انا لسه مخلصاكي من ايد الحاج يا وليه، يعني مفيش كام ساعه. حرام عليكي حرام عليكي، ده انا انقذتك من ايده، ده كان هيطين عيشتك ويطين عيشتنا كلنا معاكي. حاج حوش الحاج يا اختي، انا ما بخافش من حجاج، ده انا سميحه والاجر على الله. طب ايه رايك بقى يا سميحه والاجر على الله، ما تعالوا ستك شويه كمان عشان نلاقي الحاج نازل لنا من فوق يروقنا انا وانتي. يا نهار اسود، هو لسه فوق؟ هو يا اختي هنا لسه قاعد مع ست انهار. انهار قلتيلي؟ انهار النونه، النونه يا اختي اللي عايزه تاخده على حجرها وتطفشنا، بس ورحمه امي ما انا منولها لك يا انهار، لا ابدا على قلبك كده. ماشي ماشي، بس انا كنت عايزاكي تفتكري عربون المحبه اللي انا قدمته امبارح، وعايزاكي بقى كده تاخديني على حجرك وتعتبريني صاحبتك، نبقى اخوات في بعضينا. عربون اللي بتتكلمي عليه؟ نهار اسود مالك يا وليه، انت دماغك ضربت من البتاع اللي بتشربيه امبارح، مش لسه انا مخلصاكي؟ هي من ناحيه جدعانه فكانت حركه جدعانه فعلا، بس اسكيوز مي، يعني هي مش غريبه عليكي شويه؟ هتعرفي. بس قولي لي بقى، كنتي ضربه ايه يا سكر انت؟ حبيتش اقول لك لما يحصل، بصراحة ما كنتش ضامن انها تولي. هي اصلها من الجماعة الحنجوري اللي بيحكوا وبيرغوا وبيهاتوا في عودية النخبة. انما اول ما حصل قلت انا لازم تعرف. انا ما اقدرش اخبي عليك حاجة، انا لو خبيت على الدنيا كلها ما اقدرش اخبي عنك انت. انا بحس انكم بلاقي نفسي جاري في حضنك ورامي نفسي في حضنك، معرفش ده ليه عملتي، عامله لي عمل انت؟ عامله لي عمل ولا ايه؟ ها؟ انا اتسرعت، ممكن اكون اتسرعت، ولو اتسرعت قولي لي، واجب عليك انك تقولي لي. انا ياما مشيت في مشاوير واصريت اني امشي فيها، ودخلت في الاخر في حيطه، مفيش غيرك انت يا ولدها في الاخر تاخديني في حضنك وتشيلي همي. لو انت شايفه ان ده غلط قولي لي يا فواز، ما تعملش كده. مش هعمل كده، انت ست البيت
من حقك تقرري اي حاجه في البيت ده، انا ملكك يا نهار. لو عايزه تفكري او مش عايزه تفكري. السلام عليكم. فوز عيون فوز. الاوضه الرابعه شغلها دليل، تحب نقلها في اوضه هدى ونفضي الاوضه الرابعه زي العاده؟ لسه بدري يا حبيبتي، لسه بدري قوي على الحكايه دي. ما نشوف لسه هنعملها ولا مش هنعملها، هنوصل لايه يعني؟ وبعدين في الاخر ده بيتك، انت صاحبة القرار، اللي انت شايفاه صح اعمليه، محدش هيعدل عليك، انت ست البيت باللي فيه، والكلام ده بجد يا ماما. ربنا يخليكي ليا، يهدينا يا رب. السلام عليكم.